بص حضرتك، انا كان عندي سؤالين. اول سؤال، انا نفسي ان انا يعني اطلع صدق، يعني اتصدق وكده، بس جوزي هو كويس وكل حاجه مش ممانع، بس اللي هو ايه، ما بيرضاش. ازاي مش بيمانع وازاي ما بيرضاش؟ يعني هو بيبقى، يعني لو رحت اتصدقت بيبقى عايزني اتصدق باقل حاجه. يعني لو قلت له مثلا، لو احنا ماشيين في الشارع واقول له مثلا ثانيه واحده بس، ثانيه واحده بس واجي ادي، يقول لي طب كفايه كذا، طب مش عارف ايه. انا ببقى نفسي اطلع اكتر، لان احنا الحمد لله معانا، يعني مش يعني الحمد لله، يعني يعني هو مبسوطين الحمد لله. جوزك بيفكر بالطريقة الغلط، اللي هي ان انا لو طلعت من الفلوس الفلوس هتقل، مع ان هو انا لو بقول له عارف ان هو والله لما احنا، يطلع الفلوس هتزيد. هو مش هو عارف عارف كده، بس هو ليه دماغ كده، اللي هو يعني ماشي طلعي، بس ايه قليل اقل حاجه، اللي هو يعني عايز اقول لحضرتك ممكن 5 جنيه بالعافيه. يا خبر. فانا، وانا بصراحه بيبقى نفسي، وساعات لما بيديني فلوس انا ببقى نفسي اطلع هنا منها، بس هو بيحاسبني على الفلوس اللي بيديها لي. فانا عايزه اعرف بس يعني اعمل ايه معايا. هو ما بيرضاش بكل الطرق ان انا اطلع حاجه مبلغ كبير ولا حاجه، ماشي حتى يا نور. زكاة الفطر. يعني لما بنيجي نطلع زكاة الفطر يبقى عايزة اقول لك بعد محايلة شديدة لولا نطلعها، ويقول لي خلاص طلعي لك انت بس في حاجة اسمها كده الزكاة زكاة الفطر، زكاة الفطر، يقول يقول لك لي طلعي طلعي. ليك انت بس. اه ازاي طب انا يعني عايزة هو مش اطلعي، بيصوم؟ يعني بيصوم وكل حاجة، طيب يقول لي لا طلعي لك انت بس. اقول له ما ينفعش، لازم نطلع لي انا وانت وابنك. طبعا يقول لي لا طلعي لك انت بس. اقول له طب ازاي، طب ما انت المسؤول عني، ما تطلع عني انا وانت وابنك. يقول لي لا، ما انا امي وابوي هيطلعوا تحت، هيطلعوا لي البيت كله. اقول له طب انا ماليش دعوه بامك وابوك، ايوه، يعني انا والده ووالدته بيطلعوا يعني كحك بس ما بيطلعوش كحك. لينا، ما بيطلعوش لنا، هم بيطلعوا لنفسهم يعني مش كحك بيطلعوا ايه لي. بس؟ انا عايزه اعرف، انا لا يعني بيطلعوا تحت ولا تحت كعك؟ ولا كحك؟ لا يعني انا قصدي يعني ان هم يعني ساكنين معانا تحت، يعني اه تحت، اه ساكنين تحت في البيت. انا قلت بيعملوا كحك ويوزعوه يعني ايوه في يعني لا لا والده يعني والده ووالدته هما بيطلعوا الزكاة للبيت كله صح؟ بيطلعوا هم في نيتهم للبيت كله، بس مش بيطلعوا المبلغ اللي المفروض يطلع طيب للبيت كله، يبقى يعني مفيش حاجة بيطلعوا اسمها برضك كده. مبلغ قليل ده هو جدا. زكاة الفطر دي بتبقى كل سنة متحددة بمبلغ معين لكل فرد. هم لا، هم بيطلعوا مبلغ صغير كده ليهم هم، طيب مفيش ليهم حاجة هما بس؟ ليهم هم. ليهم هم بس. هو يقول لي لا هم بيطلعوا لينا. اقول له يا حبيبي هم مش بيطلعوا لينا احنا، هم بيطلعوا لنفسهم بس. ماشي يا نور، لا حول ربنا ولا قوة إلا يهديه بالله. وينور بصيرته كده للصح. طبعا يعني انا عندي اشكاليه كبيره جدا. الاشكاليه ناخد من السؤال الثاني قضيه الجهل، يعني في عدم ثقافه دينيه عند كثير من الناس للاسف الشديد، وقضيه ان الناس ما تعرفش ان زكاه الفطر دي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر كذا 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 كذا. فانا عندي الحديث اهو، فرض رسول، حديث ابي سعيد، فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فزكاة الفطر فرض. طيب بطلعها ايه على الصغير والكبير، الحر والعبد، الذكر والانثى؟ ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وبالتالي فالجهل اللي عند الناس ده يحتاج الى اللي احنا نقف وقفه. عشان كده احنا بنعلم كل سنه بفضل الله تعالى، ونبدا نكرر على اسماع الناس لعل اللي ما سمعش يسمع، وعل اللي مش فاهم يفهم، واللي مش متعلم يتعلم. وهو على خطر عظيم لو كان هو بيقول لها روحي طلعي عن نفسك بس، اصل ابويا وامي بيطلعوا، وهي بتقول والده ووالدته بيطلعوا عن نفسهم بس. فهو على خطر عظيم، ده لازم يشوف السنوات اللي ما طلعش عنه زكاة فطر دي، ويبدا يطلعها، يسال باباه، يسال ابوه وامه، يقول لهم هو انتوا يا جماعه بتطلعوا عني ولا بتطلعوش ولا ايه النظام؟ لا يا حبيبي ده احنا بنطلع عننا بس. يعني ايه يعني انا ما فيش؟ فيشوف السنوات الماضيه ويطلع، لان دي هتبقى دين في رقبته، فلا بد ان يخرجها حتى لا حتى لو بعد سنوات، حتى لو بعد سنوات. الحاجة التانية اللي هو بيحاسبها على الفتيل والقطمير، فنقول لها مفيش مشكلة، شوفي قليل دائم، الحديث كده يقول خير من كثير منقطع. الحمد لله اللي هو بيرضى بالإيه؟ بالخمسة جنيه الحمد لله، فنخليها على طول 5 جنيه، يعني نداوم على قضية الخمسة جنيه وما نطلبش منه أكتر من كده. بس إحنا ممكن نعملها بطريقة تانية، ممكن تديني مصروف جيبي خاص بيا وطلعي من مصروف جيبك ده، وربنا يوسع عليك إن شاء الله. وانت بتطلعي ال5 جنيه اوعي تستقل ال5 جنيه دي. كان احد الصحابه قاعد وبيطلع، فواحد فقير جه وعاوز حاجه، فقعد قدامه عنقود عنب كده، فراح مديله حبايه قال له خد. الفقير ايه عمل ايه؟ اخذها كلها جعان. فاللي جنبه قال له حبايه وماذا تفعل حبايه؟
يا راجل طب اديله عنقود عنب. قال له ما انا جعان ووجعان حبايه يعني ما فيش مشكله. ثم قال له: اتدري ما في هذه الحبه؟ فيها مثاقيل ذر كثير. ده فيها خير كبير قوي. الم تسمع قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. الم تسمع قول النبي عليه الصلاه والسلام: اتقوا النار ولو ايه بشق تمره. اوعى تستقل الايه القليل، لان القليل كبير عند مين؟ عند رب العالمين. الناس بس لو تعرف ان لما بطلع فلوس صدقه فلوسي بتزيد طبعا، كله هيطلع كل اللي معاه. الحاجه الثانيه هي تطلع بنيه ان ربنا يصلح زوجها كمان. ربنا يهديه. ان ربنا يصلح زوجها ويكون سخي بالظبط، لان السخي ده قريب من الله، قريب من الجنه، قريب من الناس، بعيد عن النار. فنسال الله ان يباعد بيننا وبين النار.